تجارب مستفيدي العلاج بالماء الساخن وفوائده الصحية والعلاجية لمرض السكري للدكتور فارس الحجري، مكتشف العلاج بالماء الساخن. شفى مواطن سعودي من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم بعد أن توقف من استخدام الأدوية. تركت الحبوب وصرت أشرب الماء الساخن 3 لتر في اليوم. الآن أحسن من أول والحمد لله، وأكرر شكري وتقديري إليك ما خالص التحيات لك. أهلا وسهلا بك يا أخي فارس، سلام إليك والعائلة الكريمة. أنت ما قصرت معي، وكثر الله سعيك في خدمة المجتمع، وأنا مدين لك، والله يرعاك ويحفظك، وإن شاء الله في تقدم وازدهار. لقد أجريت تحليلات دم سكري وضغط، والحمد لله كلها طبيعية. عزيزي الدكتور فارس، المناسب لي حول المستجدات باللغة العربية، ولك الحمد بعد الله وشكر ودمتم. أخوك ح الخنيزي. انخفاض مستوى السكر من 175 إلى 84 خلال ساعة ونصف. جزاك الله خيرا على هذه الوصفة الربانية، فعلا قد جربتها وآتت بنتيجة رائعة. لقد قمت بقياس السكر وجدته 175، وقد شربت 2 كأس ماء ساخن بعد ساعة ونصف، وعدت القياس فوجدته 84. وبارك الله فيك أخي. كم المدة التي يجب استعمال الماء الساخن للداء السكري؟ يعني مثلا 30 يوما ثم أوقف شرب الماء الساخن، أو ليس لديك مدة معينة؟ وألف شكر لك، وجزاك الله كل خير على ما قدمته للبشرية. انخفاض مستوى السكر بعد الفطور ما بين 154 و 162 خلال 20 يوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشكرك على تفاعلك معي، وبارك الله فيك، وربي يجازيك كل خير. أردت أن أستفسر منك، أنا منذ 20 يوما أستعمل الوصفة والحمد لله، وجدت تحسن كثير. عند قيس مستوى السكر بعد الفطور والعشاء بساعتين أجده بين 154 و 162، والمشكل هو في الصباح على الريق أجد مستوى السكر بين 155 و 150، وهذا غير طبيعي. على علم أنه يجب أن يكون مستوى السكر على الريق بين 130 و 140، فهل لك طريقة كي أنزله إلى المستوى الطبيعي؟ وبارك الله فيك. انخفاض مستوى السكر من 288 إلى 128 خلال ساعة ونصف. نعم جربته والنتيجة 100%، والحمد لله. سأعطيك مثال، قبل شرب الماء قمت بقيس نسبة السكر فوجدته 288، وبعد شرب الماء الساخن وأعدت القيس بعد ساعة ونصف وجدته 128، وهذه النتيجة تعتبر رائعة. انخفاض مستوى السكر إلى 138 على الريق و 145 بعد الفطور بساعتين. شكرا لك دكتور، وربي يبارك فيك. سوف أطبق كل تعليماتك، والحمد لله كل يوم النتيجة تتحسن أكثر. اليوم أصبح على الريق وجدت المستوى السكر 138، وبعد الفطور بساعتين وجدته 145، والحمد لله. وربي يجازيك كل خير ويجعله في ميزان حسناتك. لو سمحت دكتور أريد إيميلك كي أتصل بك على الخاص، وألف شكر لك. تحسن وضع مريض السكري خلال 28 يوما، هذا خير سار جدا. طيب الدكتور فارس، اسمي بابكر محمد محجوب، أنا من السودان، أعيش في الإمارات العربية المتحدة، لدي درج الماجستير في 8LT تدريس اللغة الإنجليزية. أعمل كمترجم للشرطة أبوظبي. في مايو الماضي
قيل لي مصابة بمرض سكري من النوع الثاني من قبل الخدمات الطبية لشرطة أبوظبي. بدأت في استخدام اختراعك الكبير منذ 28 يوما. في اليوم الثامن بدأ مستوى الجلوكوز ينخفض إلى مستواه الطبيعي جدا. حتى هذه اللحظة في اليوم 28 وأنا أشعر بخير، لذلك فكرت في تمرير هذا الاختراع القيم جدا من قبل الدكتور فارس لشعبي في وطني السودان، استنادا إلى قائمة الأمراض التي يمكن أن يعالجها الماء الساخن. قمت بإبلاغ جميع من معارفي في تطبيق تجربة الماء الساخن تحت إشراف الدكتور فارس بواقع كوبين في الصباح قبل تنظيف الأسنان إلى آخر. كانت هناك نتائج ممتازة للأيام العشرة الأولى. جميعهم هم المؤمنين الحقيقيين للماء الساخن. لقد شاهدت تقريبا كل من أشرطة الفيديو الخاصة بك على اليوتيوب، ومن بينها أحب المحاضرة التي قدمت في سفارة الفلبين التي كنت تتحدث في كل هذه أشرطة الفيديو. لها معنى لأن قولك يتفق مع العلم، لم تجلب شيئا يتناقض مع العلم اليوم. ما أطيب تحيات. نشر العلاج بالماء الساخن استفادة الكثيرين. أنا فخور جدا عندما تكتب لي مرة أخرى. شكرا جزيلا على كل شيء. أريد أن أقول لك أن حوالي 200 من معارفي يستخدمون اختراعك الماء الساخن، وجميعهم يتعافوا بشكل كبير. وأود أيضا أن أقول لك أنهم يدعي لك كما أفعل. شفاء مريض من سكري من 270 إلى 159 خلال 26 يوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور فارس بارك الله فيك، ويا رب يعطيك الصحة والعافية. دكتور، أنا بدأت شرب الماء الساخن منذ 26 يوم. نقصت كيلو من وزني والسكري كان 270 والآن أصبح 159، وأحس بتحسن شديد، بس ضغطي درجته 14/9. مع ذلك أحس بتحسن شديد، بس حبيت أقول لك هذه النتيجة فقط ب26 يوما. مع جزيل الشكر لشخصك الكريم دكتوري العزيز. شفاء الرجل من الداء السكري خلال 9 أيام. انخفضت نسبة السكر إلى 132. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتوري العزيز، بعد استمراري على الماء الساخن وعلى الرياضة ومع نظام غذائي، وبالتحديد بعد 9 أيام راجعت الطبيب وأخذت فحوصات السكر والضغط، وجدته المفاجأة، السكر 132 درجة منتظم تماما، وحتى الدكتور لم يكتب لي أي علاج وقال لي السكر منتظم عندك، استمر على البهريز والضغط 14/9. والحمد لله دكتوري العزيز، حبيت أقول لك هذه النتيجة. بارك الله فيك دكتوري العزيز، زادك علما. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يرجى التكرم بالآتي: تسجيل اشتراكك بقناة اليوتيوب الخاص للدكتور فارس الحجري، نشرها على الآخرين ليستفيدوا كذلك، تسجيل ملاحظاتك، تسجيل تجربتك، فهناك الكثير ممن يؤمن بتجارب الآخرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم الدكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان.